مرحبا يا جماعه، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم حنعمل مقلب محمد مثل ما انتم بتحبوا دائما. انا صار لي كم يوم مريضه، فانا مريضه سرحت وفكرت قلت شو في شيء ممكن اعمله بمحمد. فانك اليوم حاعمل حالي انه انا خلاص انتهيت. انا امبارح كنت كتير مريضه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب، ما عم فاول على حالي، بس اليوم كنت كتير احسن. قلت هذا انسب وقت اعمل محمد مقلب انه انا كتير تعبانه، ونشوف رده فعله إذا عن جد هو بخاف علي ولا لا. عم حط ميك اب عشان بين وشي تعبان كثير كثير كثير، هلا حط احمر تحت عيوني واشياء. بده محمد تقريبا 10 دقائق لحتى يوصل. رح اثبت الكاميرا وشوف شو حيصير. ولك يا ريت المرض كله اللي بصير، ولك يا ريتني انا اخذ كل وجع عنك ولا شيء بالطاقه. يا حبيبتي والله يجلك سو كيوت. شو مالك يا ابني؟ شو ظهرك؟ اسوي لك مساج؟ اه سلامتك سلامتك. ما اتوقع يوم ما تكوني عم تولدي اصلا بتحمل اني افوت جوا اشوفك هيك. اتوقع حار عيط. It's too overwhelming. روح على المستشفى اخذ هاي الابره. طب شوف لك اذا في ابره هيك اصلا. طبعا ما في بيعطوها بفارما بريم. انت شفتي في دكتور هاي؟ اه تعال اقعد لك. Hello, how are you? I'm good. I was curious, do you guys give out injections for Okay, so even if I want to get painkillers, do I need a prescription? You can have painkillers, but they're going to be like a pill, not an injection. A pill to swallow. I'll see you in a bit. Okay. Okay, does she have to be with me? Ideally, but not necessarily. I don't think she can. Can you come? No, she can't. She's lying down. Okay. All right, I'll pass by in 10 minutes. Okay. Yeah. ما تاخذي ادفن على شيء، كم حبه صرتي ماخذه لهلا؟ أربعة. ما تاخذي شيء، خلص هيا روح. أكلت أي شيء؟ كيف أخذتي ادفن؟ بس افطرت اليوم. ما تاخذ ولا أخذتي حبة ادفن؟ تقريبا من ساعة ونص. ساعة ونص؟ طيب. هيك تقعدي طيب ليه واقفة؟ خلص سلامتك. خلص هلا بجيب لك حبوب. طيب بتصير احسن. حبوب بجيب لك حبوب. اه طيب يلا روح يا بس عشان ما اقدر. طيب اشرب المي. طيب المي منيحه. سلامتك يلا جل بجيب لك حبوب. باجي المحبوبه قويه حجيب لك اقوى نوع. ماشي سكر. ما بعرف شو بدي اعمل. ما بعرف رن عليه اللي يرجع ولا بس يرجع اكون تعبانه ولا اصير احسن. والله ما ازنخني انا وماي برانكس. الو ايه بيب وينك؟ هاي الطريق. قدي بدك؟ بدي دقيقتين لهنا. طيب بليز بليز ما تتاخر. الله يوفقك. حاضر 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 يا بس اقعد ارتاحي انا هلا بكون عندك. ماشي حبيبي. باي باي. I feel so bad. يا رب ساعدني. اوكي زودت ميك اب شوي لانه عم فكر ابكي. كيف بدي ابكي هلا؟ يا شكلي كثير مريض. حطيت اي شادو تقريبا احمر. هلا بجيب كونسيلر فاتح وبيض شفايفي. مجنونه انا مجنونه. انا بعترف انه انا انسانه مجنونه. يا اخت قتل بمليون مليون مليون. او ماي جاد بس يشوفني مثل هيك حيوقف قلبه. محمد انا كثير اسفه. توقعت هلا بدك تخاف علي. طلعت عن جد بتحبني. انا كمان كثير بحبك بس يعني شو بدي اعمل؟ المتابعين جابوا لي هاي الفكره. انا بعمل مثل ما بقولوا المتابعين. مع شكلي الحقيقه كثير بخوف كثير، يعني باينه كاني زومبي. بسم الله بسم الله بسم الله. خايفه خايفه خايفه. يا جماعه محمد طلع جاب لي الدواء وما لحقت اتصور لانه ما كنت مشغله الكاميرا، وهلا فات ياخذ دش. ما بعرف شو حاعمل.
نمشي سوا؟ تعال نمشي. شو شو عم تحسي؟ مددك طيب شو عم لك حبيبتي؟ شو بدك تعملي؟ والله هلا بخف، والله لا يخف، والله لا يخف، بس خليكي هدي نفسي منيح. شو اسفه؟ شو مالك قاعده بتتخوتي؟ طول هذا الوقت قاعده بتعملي حالك متوجعه؟ شو انا اسفه؟ شو عمل لك يعني انا اسف؟ هن قالوا لي اعمل فيك هذا البرد، ما تعصب علي، عصب علي، عصب علي، عصب علي. ليش عصب علي؟ محمد انا متوجعه والله 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 اني متوجعه بس مو كل هالقد. شو ضل اعمل طيب يا الله؟ قاعده بتعيطي طيب بنقرفص سوا بنقرفص بنرجع نوقف نوقف، شو عمل لك طيب اكثر من هيك؟ احلفي ما كنتي متوجعه كل هذا الوقت. والله اني متوجعه هاي والله بس انه مو هالقد. والله اني تعبان ومبارح كنت تعبان بس ماني كثير تعبانه لهالدرجه. حتى امبارح كنت بتتخوتي؟ لا والله اقسم بالله لا. رب المصحف بتحبني؟ بتخاف علي؟ اكيد. بكون يا جماعه كثير. نشوفكم فيديو جديد. يلا باي باي. كيف تعلمت هالميك اب؟ زمان لما كنت ايام المدرسة وبدي غيب من هالمدرسة وماما ما تصدق انه انا مريضة، كنت قبل ما تفي انا الصبح المدرسة روح هالميك اب، ماما ما قادرة ما قادرة، ما كانت تصدق كنت روح مثل الشاطرة.